أهلا بيكم. بابتسامته الهادية وصوته المنخفض وكلماته المحسوبة عرف إزاي يقنع الشباب بأفكاره، وقدر يقنع المشاهدين كمان من أول لحظة لظهوره على الشاشة، وخاصة في مشهد دفعه للشيخ الخطيب عشان يمسك السلاح في فض اعتصام رابعة، ده غير إقناعه للشباب بالجهاد والاشتراك في العمليات التفجيرية. معانا ومعاكم الفنان محمد علاء اللي جسد شخصية الإرهابي همام عطية زعيم تنظيم أجناد مصر. أهلا بيك معانا في تلفزيون اليوم السابع. أهلا بيك كل طيبين. وحضرتك طيب، يعني في البداية عايزة أحييك على النجاح الكبير اللي حققته بمشاركتك في مسلسل اختيار اتنين، وعايزة أعرف منك يعني كواليس أكتر عن ترشيحك للدور. والله أنا كان نفسي أشتغل في الاختيار واحد، يعني أنا في التصريحات السنة اللي فاتت كانت بتقول أنا كان نفسي أشتغل في الاختيار واحد الأولاني، وما حصلش نصيب والحمد لله جات لي حد عندي وكلمني في استوديو ترميني واتقابلنا واتكلمنا في الدور وصدعني سرحان وشفنا نوصل ازاي الدور ده بالشكل الفلاني، وقريت بقى كتير عن الشخصيه بقى الحقيقيه وشويه تحقيقات وشفت اعترافات يعني كتير ودور لان الشخصيه حقيقيه، فبنحاول ننطق بقى شكله قصدي طريقته في الكلام ازاي يعني ازاي كلهم شباب، يعني الحمد لله اللي احنا وصلنا النتيجه بتاعتها. ايوه فعلا انا كنت عاوز اسالك عن كواليس استعدادك للشخصيه، يعني زي شخصيه الارهابي همام عطيه، خصوصا انها شخصيه معقده جدا يعني ومليئه بالغموض، فيعني ازاي حضرت لده؟ ده اخدك وقت قد ايه؟ هل دربت على استخدام الاسلحه او يعني ايه اللي حصل؟ لا هو البحث، يعني الواحد يبقى بيذاكر كتير عشان يشوف الشخصيه لمنطق اللي بيحصل، يعني لان هو ما بيجي يجذب ناس كتير في فتره زمنيه صغيره، فده اكيد عنده ليه طريقه مريحه، فمش هتبقى طريقه ناس تانية، فعشان كده الواحد من كتر البحث الكتير فرق جدا في ان احنا نجيب معلومات كافيه يعني عن الشخصيه، شكله اسلوبه طريقته التحقيقات بتاعت مراته اللي كانت في المنصوره كله منصور في القصه. ايوه فده ساعد كتير. يعني طيب عايزه اعرف ايه اكتر المشاهد اللي بتشوفها مؤثره من وجهه نظرك في مسلسل اختيار اتنين؟ لا المسلسل كله انا كله مؤثر صراحه من جمهوره، يعني انا من جمهور المسلسل يعني ودي السنه دي يعني معمول يعني التيمبو سريع جدا والاحداث سريع جدا يعني مريح الموضوع، حتى المشاهد مندمج جدا لدرجه ان هو مسلسل نفسي اللي هو مسلسل اوريجينال سكريبت، يعني حد الف وكتب الناس مندمجه مع الاحداث حقيقي جدا، هو فعلا احداث حقيقيه قوي بالظبط، والموضوع كله يعني الفيدباك بتاع الناس هايل هايل بالظبط. ده اللي كنت هسأله لحضرتك حالا، يعني طبعا في اشادات كتير جدا من الجمهور على ادائك المميز قوي، فانت استقبلت ده ازاي؟ يعني هل كنت متوقع؟ في حاجات بتضحكني بصراحه، يعني في حاجات بتضحكني زي ايه بقى؟ بتقول لي ده كان اكيد محمد علاء ده كان ارهابي وهو صغير، في حاجات كده كانت طريفه يعني بالظبط، ان برضه بيدخل باسلوب بس هو باختصار هو كلم عن منطقه في مشهد كلمتين بالظبط. لا يعني فكره كمان اقناع انك طالع بتقنع الشباب او بتاخدهم لصفك، مش بس الناس الكبيره لا كمان الشباب، انا شايفه ان ده يعني حاجه مش خطر سهله جداً. طبعا 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 خطر جدا 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 زي يشوف الشخصيه كده، يعني احنا بنديهم من شكل الشخصيه اللي ممكن فعلا تشوفه مريح ومسكوك كتير او في لحظه، يعني دي كانت مهمه جدا بالظبط. طيب توصل يعني يعني عايزة أعرف طيب هل في أي خطط قادمة لمسلسلات أو أعمال فنية ممكن تقول لنا عليها؟ والله إحنا بنكمل فيلم العميل سر، وكنا صورنا يعني أسبوع وكان التصوير طول بعد أسبوع وبس، لحد دلوقتي أنا تمام يعني لسه في مشاريع ولسه لما تبقى عايز التنفيذ بتكلم فيها. أوكي. في مشاريع كويسة جدا الحمد لله. طيب ايه المسلسلات تاني بتتابعها دلوقتي يعني خلال السباق بتاع رمضان في المسلسلات دي كلها؟ لقيت نفس الاغراض لعبة نيتن، يعني في حاجات كتير حلوة قوي هذه ما شاء الله، يعني أداك نجيجي حاجات حلوة قوي، يعني
متابع هو كوبي اوكي سمع كلام حلو قوي. ف لا انا الحمد لله اخذنا اجازه متاخر كده بس هتابع بقى المفاتني يعني. يعني احنا بنشكرك جدا جدا على وقتك وبنحييك طبعا على ادائك الهايل في المسلسل. بنتمنى لك التوفيق ونشوفك ان شاء الله في اعمال قادمه يعني تكون يعني كويسه زي ما بنشوفك دايما. بكده نكون وصلنا معاكم لنهايه تغطيتنا النهارده. كانت معاكم جيروين المناديلي. بنشكر حضراتكم على طيب المتابعه والى اللقاء.